يضطر اطفال قطاع غزه للعمل في ظروف تشتد صعوبه يوما بعد يوم مع استمرار الحرب التي ارغمت الاطفال على العمل بين الدمار والقهر. من جانبها اكدت المنظمات الانسانيه ان معدل سوء التغذيه الحاد ارتفع بين الاطفال بنسبه 300% في شمال غزه وب 150% في الجنوب. في ظروف تشتد صعوبة يوما بعد يوم مع استمرار الحرب، يضطر الأطفال في قطاع غزة إلى العمل، فيتجول بعضهم لبيع العصائر وأكواب القهوة، فيما يكسر آخرون الحجارة بعد أن غرق الجميع في الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي. ومنذ اندلاع الحرب أدى الدمار الواسع فضلا عن النزوح المستمر تنفيذا لأوامر الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء المتكرر لسكان غزة الذين يحاولون البقاء في مأمن من الضربات الإسرائيلية إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف مع تدمير أو تضرر أكثر من 60% من المباني وانقطاع دائم للماء والكهرباء. قطاع غزة يعد من أكثر المناطق العالمية اكتظاظا بالسكان. وكذلك من أفقرها، وتقول الأمم المتحدة إن ثلثي السكان كانوا يعيشون في الفقر قبل الحرب، وإن 45 من القادرين على العمل كانوا بلا عمل، كما أن نحو نصف سكان غزة هم دون سن الثامنة عشرة وفي حين يحظر القانون الفلسطيني رسميا عمل من هم دون سن الخامسة عشرة كان الكثير من الأطفال يعملون في قطاعي الزراعة والبناء وذلك في ظل تزايد البؤس جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما المنظمات الإنسانية تقول إن معدل سوء التغذية الحاد ارتفع بين الأطفال بنسبة 300% في شمال غزة و150% في الجنوب وبحسب تلك المنظمات فإن 41% من العائلات تعتني اليوم بطفل أو أكثر من الأطفال الذين لا تربطهم بهم صلة